ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرزبشة. أتذكرين فيلم بوليسي خفيف؟ كان عند صاحبي قطة سيامية صغيرة بتجنن، وكان في عندي صاحب تاني عم بيحوص ويلوص لياخدها منه، بالحلال بالحرام ما عاد فرقت معه. قام صاحبي صاحب القطة اضطر يعطيها، أخي خدها ومبروك عليك إن شاء الله. وبالفعل أخذ القطة وراح يشخص برفقتها أمام كل الأصدقاء، وبالطبع الكل عرضوا عليه شراءها ودفعوا له الكثير من الأموال، لكنه لم يقبل بالتخلي عن قطته رغم كل المغريات. وتابع تشخيصه على الخلق والناس برفقة قطته الباهرة الجمال، وهي قطة عن جد قطة سيامية حلوة بتفلج، آية في الجمال، بياض على شكل سهول قمح، موج هادئ على شكل وبر، وعينان يا للجمال يا للإشعاع يا لقوة النظرات. وصاحبنا اللي تصلبت عليها بالأساس قرر يشخص برفقة سحرة وجاذبيتها بنص الشعلان، والاعتبار أنه للحيطان عيون وآذان فلقد سمع بالقطة الجيران، وشاهد جمالها العابرون من دكاترة ورعيان. ببساطة لقد مخولت الرؤوس وخطفت الأبصار، ثم خطفها الشرير الغدار على غفلة من المانيكانات المتفرجة من خلف زجاج المحلات. وعلى غفلة من أولاد الحلال وصاح صاحبنا وبكي وبالمرة استجار، فتعاطف معه أعيان الشقيعة من الواقفين على مفارق الشعلان بعد المغيبي، وهرعوا إلى أصحاب المحلات الذين يضعون الكاميرات داخل محلاتهم وخارجها، وطالبوهم بمراجعة التسجيلات، وشاهدوا حبيبات قلوبهم من الفتيات يتمشين مع الصديقات، وأوقفوا الصور لعدة مرات متناسين موضوع القطة مع أنه صاحبها على نار، وانهمكوا في ملذاتهم الشخصية بالتفرج على الأخوات. وفجأة انلقط المجرم، شوهد ممسكا بالقطة هاربا بين الحشود، وتعرف عليه الشقيعة، وجاءت الجنائية وأمسكت بالمجرم الرهيب، لكنه لم يعترف، وبعد كفين من المساعد جميل كان الاعتراف، وعادت القطة إلى صاحبها المشخصاتي، وسامح عم الشرطي المجرم بسبب الإغواء، وعاد الوئام والسلام إلى شارع الشعلان. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.